بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنستكمل الـ Method of Control Emissions أو طرق التحكم في الانبعاثات، وهنتكلم على Steam Water Injection Methods اللي هي طريقة حقن خليط من البخار والمية أو خليط من البخار والهواء، وهنتكلم على Advantages of Steam Injection Method و Disadvantages of Steam Water Injection Method. احنا كل الطرق اللي نتكلم عليها بناخد فكرة عن الطريقة نفسها، بناخد اهم حاجة مزايا وعيوب هذا النظام وخاصة من الناحية البيئية. الستيم ووتر انجكشن ميثود بكل بساطة احنا بنعمل عملية حقن لغرفة الاحتراق بضخ بخار مية او ضخ بخار مية مع هواء. يبقى الستيم ووتر انجكشن into combustion chamber provided heat sink that reduce peak flame temperature. زي ما قلنا في النهاية احنا بنضخ المية او بخار المية لغرفة الاحتراق، لانه في النهاية انا بعمل تقليل للقيم العظمى اللي هي البيك فليم تمبريتشر. فلقينا ايه؟ انه up to 50% NOx reduction by steam injection at rate up to 20 to 30% of fuel weight. يبقى احنا لقينا انه احنا لما بنضخ الستيم عندنا بمعدل من 20-30% من وزن الوقود اللي موجود عندي، لقيت ان انا بعمل تخفيض 50% من النقص. واحنا هنا المقارنة بين ضخ الستيم والمقارنة بين ضخ الووتر، بنلاقي انه الستيم نسب الانبعاثات فيه اقل، نسب الانبعاثات فيه اقل. يبقى الانجكشن اوف ستيم ووتر تو ريديوس NOx and the limitation is the increase of CO emission. ايه الليميتيشن اللي موجود عندي اللي بيحدد لي موضوع السي او؟ انا ممكن اقلل النوكس لكن بيظهر لي ان السي او يزداد، يبقى انا اشوف الليميت اللي هيزداد عنده السي او وابتدي اقف بعمليه ضخ الستيم او الستيم ووتر اللي موجود عندنا. الووتر انجكشن has more dynamic activity than the steam. يعني لما بضخ مية بتكون الديناميك اكتيفيتي او النشاط الديناميكي بتاعها اكتر من الستيم. لما انا بعمل ميكسينج من الستيم with air is better than water. لما بعمل خلط بخار مع هواء افضل من النقل، افضل من المية. النوكس formation is reduced due to reduced flame temperature. زي ما قلنا انه عملية ضخ سواء بضخ مية او بضخ ستيم او بضخ ستيم معها، في الاصل انا بعمل ايه؟ بقلل الفليم تمبريتشر، بقلل الفليم تمبريتشر. NOx reduction and water fuel mass ratio is expressed by. يبقى انا لما اجي اشوف نسبة NOx الويت على نسبة NOx الدراي بتعطى بالمعادلة اللي موجودة عندنا، اللي هي بتقول النسبة بتساوي الاكسبوننشال وبعدين تو باور 0.2x square plus 1.41x، حيث x هي عملية زي ما قلنا بتساوي واحد لو انا بستخدم equal masses من الفلو في water and fuel. يعني لو عندي خدت 50% مية و 50% water بتبقى x عندنا بواحد، بلاقي بيحدث عندي 80% reduction من النوكس، وبالتالي النوكس بيزداد، النوكس ديجريز بيقل exponentially with increasing water steam injection. يبقى الطرق في تقليل نسب النوكس اللي هي steam water injection، عملية حقن البخار او المية او البخار مع الهواء، ودي من الطرق المهمة جدا او الطرق اللي بتقدر تقلل لي نسبة النوكس. لما نيجي نبص الفورميشن اوف ديفرنت كونديشنز شون ان فيجر، NOx decreases exponentially with increasing water. زي ما قلنا بص للشكل اللي موجود عندنا هنا، ادى عندي نسب النوكس في الاكسس الرأسي، وادى عندي هنا الستيم او النوزل ستيم انجكشن ريت معدل ضخ المياه باوند بير سكند، بتلاقي انه الكيرف نازل بيقل جدا،
يعني كل ما بتزيد عملية ضخ بتقل جدا. وزي قلنا الكونديشنز اللي بيوقفني هو الكربون مونوكسيد. فالكيرف الواضح اللي قدامنا التاني بيوديني الووتر انجكشن كبريزنت من الانلت اير، وبيديني نسب الكربون. يبقى هنا بيديني نسب النوكس في الشكل ده، ده بيديني نسب الكربون مونوكسيد بارتيكوليت بير مينت، اللي هي بارتيكوليت بير مليون، سوري بارتيكوليت بير مليون. يبقى انا عندي هنا اهو بنلاقي انه عندنا التحكم باستخدام الستيم ووتر انجكشن is very important to reduce the NOx and the CO emissions. زي ما قلنا لأي سيستم احنا ادينا فكرة عامة عن السيستم ازاي بيشتغل بتاع الستيم ووتر انجكشن. طب ايه مزايا وايه عيوبه؟ وده مهم جدا بالنسبة لنا. اول حاجة الادفانتشز اوف ستيم ووتر انجكشن، ديكريز ثيرمال نوكس. يبقى اول حاجة بيقلل ثيرمال نوكس، بيقلل ديكريز فيول كونسامشن، انكريز اوت بوت باور ديو تو انكريز توتال ماس فلو ريت ان توربين، ديكريزنج انرجي لوسز ان اكزوست جاز، انكريزنج ثيرمال افشنسي، وانكريزنج كومباشن شامبر لايف ديو تو ديكريز فليم تمبريتشر. انا يمكن العامل البيئي المهم بالنسبه لي باستخدام هذه الطريقه ان انا بقلل الثيرمال نوكس. اما بقيه العوامل هي خاصه بالانجن نفسها، لكن انا بالنسبه لي العامل البيئي ان انا بقلل الثيرمال نوكس، بقلل الثيرمال نوكس. طب لما نيجي نشوف عيوب هذا النظام، addition of fuel is required to heat water، هنحتاج ان احنا حاجه تسخن الميه. additional water is feed to boiler feed water quality، cause ديبو سايتد اند كوروجنز ان تربن. من ضمن عيوبه الخطيره انه بيقدر بيعمل لي بعض التاكل، طبعا لما ادخل بخار ميه مع وجود معادن بيحدث عندي التاكل. اكسسيف اتش يو سي اند سي او ممكن يزود عندي الامبيرنت هيدروكربون والسي او، ولذلك احنا بنقول في ليميتيشن لعمليه الاستخدام ان انا بلعب في الرينج بتاع التمبريتشر اللي هو بيتحكم لي في تكون السي او. دايناميك بريشر انكريز، الهاردوير لايف ديكريز، انكريز مينتنانس بيحتاج زياده للصيانه. يبقى احنا هنا شفنا الستيم ووتر انجكشن ميثود وشفنا المزايا والعيوب بتاعته. ان شاء الله المحاضره القادمه نستكمل باقي طرق التحكم في الانبعاثات الغازيه.